السلام عليكم بسمة. اليوم سلام. بسمة صايمة واليوم 27، فحاولت ندير لكم التقاليد اللي كنديرو في مدينة فاس. فمين كتصوم البنيتة نهار 27 كنحتفلوا بها وكنفرحوا بها وكتلبس القفيتين ديالها. ياك بسمة دابا كتودن بسمة تكسر الصيام ديالها. يلا بسم الله قولي الدعاء. لك صومنا يا ربي، لك صومنا، وعلى رزقك أفطرنا، وعلى رزقك أفطرنا، وتقبل منا يا رحم الراحمين، وتقبل منا يا رب الرحمين. بسم الله. بسم الله. مع البلاطو ديال بسمة، داكشي اللي هي اختارت، تميرات، الحريرة، حليبة، لكخيب، ياك الشوسون، بيضة مسلوقة. يلا اكل المعلقه ديالك ونتمنوا كاع الوليدات يتشجعوا حتى هما ويصوموا بحال بسمه اليوم كي صامت ياك، ونحتفلوا بهم حتى هما يلا باش يتعودوا على الصيام. سلام رسول الله الى جاي الى جا سيدنا محمد الله ما شلالي. والله احنا هادشي كانت كديروا لنا ماما في 27، فكيبقى واحد العاده زوينه كنتمنى كاع تتوارث من جيل لجيل. ونخليو بسمه تفطر فرحتها. ياك بسمه اليوم صايمه. ايوا وندوز عندكم من بعد الفطور. اليوم صمت النهار كله. تبارك الله عليك، مزيان، برافو، باي باي، صحه فطوركم. السلام عليكم، انا رجعت لكم بعد ما فطرت. راه صورت لكم فاش فطرت، صراحه كان الفطور بنين. وفاجاتني صراحه ماما حيت قالت لي هتحني لي، ما عرفتو ما عرفتو مورا الفطور ما تيكونش كل يحني لي، وعرفتو مع الكوفيد ما كانش لي يحني لي. وقلت على ما توجد ماما الحنه هضر معكم. بيان سيغ بيان سيغ مكانش لي حني ليا، متحمسة صراحة. يعني قاسة كان نصوب لها الحنة، قلت لك العقوبة، أنا ولي نتعلم نحني بزز مني. ياك بسمة صراحة أنا عزيزة عليا الحنة بزاف، وما بغيتش نحرم بسمة من الحنة ديال 27. تنحمق على الحنة، فغادي نحاول كيما جات. المهم ما تضحكش عليا بسمه. ياك ماما كنتي حنيتي ليا، علاش بغيتي ني نضحك عليك؟ انا شويه حنيتك داك النوبايه خربحت لك، نحاول عاود ندير لك حسن. انا متحمسه صراحه بزاف، وتاتك الحنه اللي كنتي درتي ليا زوينه. المهم كتشكرني باش نحني ليها. حيت متحمسه. ايوا كنحاول باذن الله على يحشمنا. وكما كتشوفوا انتم راه شوفوا درت لها القلبه ديال السكر. باش ما تقولوش ما درت لهاش السكر. ها انتم السكر، ها الحنه مخلطه لها الشوكه. المهم اون فيغا كي غايجي هذا الشيء. ما عرفت الحنه واش درتها هي هذيك ولا جاريه. المهم كما كان الحال غادي جو في اسيي. كما كتشوفوا ها نتوما هاد البلاطو اللي درت ليها، درت ليها قلبات. باش تكون حلوه دائما هاد السكاره نديروا لها شميعه. فوالا ونجرب، ما عرفتش الحنة واش درتها هي هذيك ولا جريتها. جو في اسيي وصافي. المهم ما نحرموهاش من الفرحه ديال هذا النهار ديال 27، لحقاش صراحه الله حنا في التقاليد ديالنا والفونه والجنا التقاليد ديال فاس. واه المغرب كله تيحني وتيفرح بالوليدات في ليله 27 او في نهار 27. فداك الشيء باش انا صراحه الله عندك الشميعه بسمه، حتى انا بغيت نفرح بها بهذا النهار وما نحرمهاش من الفرحه ديال هذا النهار. لقاش هذا النهار في رمضان كامل وتيبقاو يتسناوه الدراري بفارغ الصبر. فانا وهكا ملي كنت صغيره انا كنت بقى نتسنى امتى يكون 27 باش نحني باش تلبسني ماما القفيطين. ياك بسمه
باش نفرح بهذا النهار. ف على قلت له كبار حتى انا ما بغيتش نحرم بنتي من هذه اللحظه هذه. نشوف صافا هانتوما هانتوما راه صافا صافا. ايوا دابا نحاول نبدا. والله متخوفه ما عرفتش علاش، ولكن انا بعدا فرحانه. انت فرحانه وانا متخوفه ما عرفتش، خفت خفت. فوالا ندير لي البسمه كتبان لكم يديداتها هادي هذا حدايا فاتونسو نكحزو هادو عليها هنا. واخا انتهر انا درت لي كاد زعما. فوالا كيفاش نشوف واش تبان لكم مزيان يديدة البسمة. او بسم الله عطيني يديك هنا من الاول بديت نوسخ لك. بسم الله بون عندي لها كيما جات بسمة. انا ماشي مختصه مي وديا كتزاق ليا. انا بغيتي فوقاش نشوفها كتجي. اي ما تحركيش ليا. المهم شوفوا كيما جات ما تضحكوش علينا. المهم هو نفرح الوليدات ونحسهم بهذه الاجواء. هانتوما وريضة لا بأس بها ياك بسمة؟ إيه وريضة كوميم لا بأس بها. المهم الفرح المهم كي قالت هي هي الفرحة ديرو لها الخلي خير. المهم أنا راه تنحاول نبتكر جات بحال ديال بصح كتكون في الجردة جات بحال ديال بصح قالت لكم بسمة شتو. المهم بسمة عجبها هذا هو المهم. البنت بحال هاديك تتكون في الزنقة تتكون ديري لها هاد الوريضة ديري لها فين تتزرع هادشي اللي بان ليا. المهم المهم انا كنحاول بسمة هي قبلي عليا بنتي انا بعد عجبتني فوالا. انا المهم الخطفة زعما الخطفة هادي بنتي ضروري ما تجي زوينه. درت لي ماما ما تجيش زوينه. رد عليك بنتي رد عليك. شوفوا المهم هو المهم انا عندي بالنسبه ليا هما ما ننساوش الاطفال في الايام المباركه. نفرحوهم ولو باشياء بسيطه. المهم هو نفرحوهم كما كان الحال. هما الدراري كيفرحوا شي حويجات اليوم بساط يعني ماشي بالضروره ان انا بعدا اي حاجه درتها تعجبني. ماشي بالضروره ان يعني نديروا لهم شي حاجه اكثر من الاستطاعه ديالنا، ولكن نشاركوهم ديك الفرحه، نخليهم يعيشوا معنا هاد الاجواء د رمضان، نخليهم يعيشوا معنا الفرحه ديال الاحتفالات د رمضان. لقاش هادشي كيولي متوارث من جيل لجيل ومن كما تيقولوا كما انا دابا فرحت بها، هي واحد النهار غاجي ربي وتفرح بوليداتها وتقول لهم هذه الحاجه كانت كديرها ليا ماما في هذا النهار. يعني حنا هادشي اللي هذا هو لو بيت كما تيقولوا عندنا، انهم يبقاو عاقلين على واحد اللحظات اللي هي ما كتعوضش. انا بالنسبه لي واحد اللحظات اللي هي ما كتعوضش لاي عائله. يعني انا كما دابا كنتذكر لحظات في 27 كي كانت ماما تفطرنا كيف فطرت بسمه، وتبقاو يعشقوا على النبي وكتقول لها نتوما باش تعلموا تصوموا. وكانت عاوتاني في العشيه كتجيب لنا الحنايا تحني لنا وتلبسنا ودلنا التاج وتخرجنا تصورنا. ففي اللحظات زوينه بزاف وما كتعوضش نهائيا وما تعوضها حتى شي حاجه الصراحه الله. فلهذا هذاك الشيء باش انا حاولت ماشي مشكل حاولت نفرح بسمه ولو بالشيء البسيط. انا طبيعه الحال جو سوي با سبيسياليست في هذا المجال، مي كوميم نفرح بنتي ياك بنتي. المهم ماشي بالضروري اني نكون مختصه، المهم نفرحوا
وبالنسبه لي انا غير الضحكه ديالها وهي فرحانه وكتحني راه صافي بليزير. ونتمنوا من الله يفرح كل الامهات ويفرح كل الاطفال ويشافي المرضى في هاد العواشر ويجمع الاحباب ويحفظ ربي علينا هاد الوباء يا ربي تنجمعوا محباب ديالنا كاملين اللي كيبغيو هاد الوباء خرج علينا. انا نئم الى شتا نشدو نقتلو. هاني شوف شوف راه يدي خفيف البنات هانتوما دغيا ساليت لها يا كما سوا هانتوما راه عندي داتي خفافين. انا اللي بغات تحني دير لا كوموند راه عندي السيرفيس ما نقول لكمش. المهم انا ما نساليش خصكم تاخذوا رونديفو وتشوفوا نشوف لاجوندا ديالي واش عامره ولا خاويه. بسمه كضحك عليا بسمه ايوا وريهم لي ديدا الاولى كومن ها انتما بدات والله الا جات زوينه ها انتما كنشكر راسي غنكمل لك هاد الدميليج من اللور قلبيتي كاكا حاولي لا 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 ديري هكا انت فوالا حاولي ما تحركيهاش ها انتما كومن راه قضيه الغرض بغيتي تبقاش مقشرها او نشوفها كادي او باقي خصها تتنشف. المهم قضينا الغرض وصافي واخا تنسير غنشوفي دوري ديك هكا الجنب هكا من هاد الجنب هذا باش نشوف هاد الجنب هذا فوالا. المهم البنات اجيو اجيو تكومونديو عند ماما اجيو تكومونديو الحنة عند ماما يلا فوالا المهم بارك عليك غنشوف قلبي ديك صافا هاني دوري هكا. المهم قضينا الغرض انا بغيت تسالى هاد اللحظه تلعمش هاد كي جاتكم هانتوما عطيونا الراي ديالكم يلا عاري نشوفوا اليد الاخرى اش غنديروا فيها اش بغيتي اختي قليب هانتوما نشوفوا ندير لها واحد اللعيبه ندير لك البيبوشه بوشة؟ اه يا كوكا البنات هكا 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 حلزون شتو الحلزون حلزون يا سلام على الحلزون حلزون كبير حلزون كبير ما تحركي ما تلصقي سبعنك هكاك Je veux te coller le henna. Ne bouge pas trop, ma chérie. Aïe. Tu vas me faire dire. Ok, tu peux faire ça. Non, je vais faire ça. Bon. On a dit là, je vais me faire ça. Je vais الله تبارك الله عليهم عندي فرصه انا شحال هذه كنت انا ملي كانت حنه ديال الحنه تعجبني الحنه بزاف تبارك الله وما خبيري الخبره ماشي بحالي فما تعرفوا بلاتي نحبس غيكون الصداع ديال كوكوت انا نحبسها باش ما ديرونجيناش سمعوا الصوت بوضوح ne bouge pas trop Basma اصحابي شات خلي عليها كما دير لينا انقضت لا والو انا شتي انا كنزوق عليك جات زوينه ها صفاتك صراحة يعني نمشي للمدرسة هذه الحنة بون نشوفو كما كتشوفوا نكملوا الحنه مع بسمه بسمه شنو قلتي دابا نحني لك تموتوا بالضحك رجليا شنو قالت لي اري اليد الاخرى قلت لك ماما حني لي غير رجلي زعما شافتني طفرت معها فيديا السيده بغاتني نحني لها حتى رجليها ما عجبتني الحنه صراحه واه صافي راه قلت لكم ديروا ديروا الحنايه صافي انا راني وليت مخ
سبيسياليتي في الحنة. ف يلا اللي بغات تحني مرحبا. انا بعدا قلت عجبتني، نتوما شوفوا واش تعجبكم ولا لا. ايوا الا عجبتكم ديروا لنا لايك. يلا الا عجبتكم ديروا لايك، حتى الا ما عجبتكمش ديروا لايك. لاقاش انا راني مبتدئه فما بحال بديتي، ما تضحكوش عليا كما جات قولوا هي هذيك ما بيعش ولا بيع جسي. المهم ما نخليهاش بلاش في هذا النهار. انا كما فراس دير لي حنه والله ما قلتها ليها الصراحه الله، ولكن حنا هكا ولفنا في 27 كنديروا، ولفنا في 27. انا بعدا كما ولفه 27 تندير الحنه. ما كتعقليش بنتي، ديما كنديرها لك انت وبسمه كاع انت وايا عندكم باقي التصاور كاع بعد ما عقلتش. كل سنه كندير لهم هكا صراحه الله. هي بسمه انا قلت لك لوني ليا كاع ضفاري باقا صغيره ما كانتش كتعقل، مي كل عام قلت لك ماوي قلت لك لوني ليا ضفاري. دابا ندير لك بات الحنه قالت لك ضفارها، فهي راه فيها الاجر الحنه في الضفار زويده تتبقى تتعقلي على تتعقلي بعدا. عيني هاري عييت عييت صراحه انا عييت من الفقر بزاف ديالي. انا عييت سنتر سنتر صراحه سي فاتيغا، متقولوش الحنة سائلة. انا يوم اللي ندير فيه الحلة الحنة صمت سبحان الله مفراسيش. انا اليوم راه قالت لي غنصوم ماما وانا نشجعها، وانا قلت لها مزيان ما بغيتش نقول لها كاع راه اليوم نحتفل بك ولا شي حاجة، قلت لها هي صومي مزيان راه اليوم مزيان نصومو فيه. ايوا تشجعات فوالا هي كانت المفاجأة عندها اليوم، احتفلنا بها. بغات الحنه في الطفيرات ندير لها الطفيرات. ما تنسيليش هاد اليد، تا هاديك اليد نديرها لك صغري باش نعقل عليها. مع حنه في الطفره كاع ما تتحيد باش نعقل على هاد اللحظه ان شاء الله. ونبقى ندخل القناه ونشوف الفيديو ونبقى نتذكر. كنقول لكم راه الدراري مزيان تفرحهم باش ما باش ما باش ما بقيتو تفرحوا وليداتكم بأبسط الأشياء. راه ماشي بالضرورة يعني كنشوفو بعض الناس تيديرو شي حاجة كتيرة تنبغيو نطبقوها، تا حنا راه لا نفرحو وليداتنا بداكشي لي عندنا بأبسط الأشياء هما تيفرحو. ف أنا ملي شت الحنة قاتلي صحاب ماشي شي حاجة بتوجدها وصافي. المهم أنا كي قلتلكم كيما جات بس ما مهم ياك عجبك. تقدر دير لي واحد الخطايط هنا كي داير هكا ما بحال اللي درت لك في هذا في اليد. زيدي انت كندي ما عرفتش كي ندير لك عرفتي هنا غندير لك زعما راني ما عرفتش نديرها لك بالنقيطات هكا. هاد اليد شبعتها لا نقيطات بقاش جاوني ساهلين ولا عيني انا مختني. دير خط ورا خط، دي بحال دمليش كبير. واو انتي حنايا ديال بصح بصح. وقلم انت تمشي تحني تتشوف اش عندو من الحنة صافي تتعقلي عليهم تنسرق لهم الحرفة. اش لي بان لي انا هادي حنة ديال الصغار. المهم بنتي عجباتها حنتي، نتوما الا عجبتكم راه قلت لكم في الاول اش ديروا لايك. اي 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 العقوبه قلت ضروني جيا صافي بركه عندك الضفار ديالك نتوما. يعني انا نوريهم بعدا هاد لي هبطي هكا صبعك كي تشوفوا قطعت مقطعت مقطعت. هنايا الرائعه سلمى كتحني البسمه انتوما. يا سلام يا سلام بركة السيدة تيقات. وريهم هكا هديك بجوج. لا طلعي من هنا عينو توريكم انا. يلا هادي تتشوفو اليد الاولى واليد الثانية. واو دابا نخليوها لها تنشف وهادو تفر ما نساتش. واو عينو نعمرو الشوكة خواتنا ما نساتش ما نساتش ما نساتش ما نساتش يا خوتي. والو دابا سما ما كتعاتش ما درتيش في يوم فليو والله الا قلت لك ماشي فليو ديليو صح القديم فليو.
ديليا ديليا بسمة ديليا. لا لا ما نديرلكش ديليا لحقاش تي صغيره. كنت درتو ليا ديليو فيها الحنايات كيديروا ديليو باش كتخرج لك زوينه. انا بدات نتحرق. انا ما عنديش ديليو ديال جاب الله عندي الحنه. عمتك تحتفظي بها مناسبه؟ صراحه انا ديما كنحتفظ بالحنه بحال هكا الا كانت شي حاجه شي ما عرفتش ما كتعرفيش الوقت تجيب فتنخلي ديما واحد البوكي عندي في الدار. ماما عيد ميلاد تقدري ديري ليا فيه الحنه ان شاء الله من هنا لعيد ميلاد شهر 7 الله هاي كتعرض عليكم بس من دابا. اجيو 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 كاع كلكم ان شاء الله غنجد لكم كلشي البلايص كلهم. الحنايا شتو راه يديها خفيفه دغيا سالات. بسمة كي جاتك الحنه واعره بس هانتوما بسمة اللي تري زوغوز بسمة فرحانه. الحنه بالصرا شوفوا حتى الحنه ما تهضرش معايا. ايوا انتما ويلي 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 هذه اليد الاولى كنت نخسر عليها. ها هي اليد الثانيه غنخليوها تنشف. ضراتني يديها. ايوا ومبروك عليكم عواشركم ونتمنى من الله تكونوا بصحه جيده باقا نرجع معكم. امتى؟ لا 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 بلاش بلاش خفت انا يت نشوف وتجلخ ماشي مشكل كوميم هكا كتبان زوينه ماشي مشكل واخا تجلخ كوميم هكا كتبان زوينه ماشي مشكل واخا صافي نديرو لهم صور صور ديالها لا فيديو غادي لا 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 ما لعباش انا قلت فيديو لا تخاف يلا نقلوا لهم واش مبروكه وشكرا والى فيديو لاحق ان شاء الله ما عنديش كي ندير بس ما فرحانه صافي غكاد يلا تهلاو في راسكم الى اللقاء وما تنساوناش بالاشتراك واللايك شكرا. كما كتشوفوا بسمة غلباتني قالت لك والو تحني ليا جليه انتما شط شويه د الحنه ودرت ليها رجيلاتها غنشوفوا قالت لك والو بغات القليب درت لها القليب بسمة زائد آية ايوا المهم هيا جالسه بعقيلها كتسنى الحنينه ديالها تنشف. يلا الى اللقاء باي باي.